في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقديل مدعمين بعناصر مجموعة التدخل للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية تعمل على تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر. مباشرة بعد ورود معلومات أمنية مؤكدة تفيد بالتنظيم لهجرة سرية عبر البحر انطلاقا من منطقة الوادي الغامق بشواطئ كريشتل، تم وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك وتفتيش المنطقة، أين تم العثور على سيارة سياحية بالقرب من المنطقة الغابية المحاذية لشاطئ الصخري. وبعد مداهمة المنطقة تم توقيف 3 أشخاص كانوا يقومون بالتحضير لتنظيم رحلة سرية، من بينهم شخص محل أمر بالقبض وحجز 5 صفائح بنزين سعة 30 لتر معبأة كانت بحوزتهم، كما تم حجز سيارة سياحية. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قدير حول جناية تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر ضمن جماعة إجرامية منظمة.